عم نحكي عن هيدي المسألة، إنه الاتفاق مع سوريا، لأنه كتير عم يعني يمكن تعولوا عليه. بس بلبنان في ناس بتسمع الموقف الأمريكي أيضا، مش بس الموقف. يسمعوا المواقف الأمريكي، شو بده يطلع لهم من الأمريكي؟ شو بده يطلع لهم من الأمريكي؟ أكثر ما طلع لحسني مبارك الأمريكي والأوروبي ما بده يصالح سوريا، أكثر ما طلع لحسني مبارك يعني رح يطلع لهم من الأمريكي، أكثر ما طلع لشاه إيران بيعصرك وبكبك الأمريكي. أنا عندي مليونين نازح هون، أنا مصلحتي أحكي مع السوري، السوري ما له مصلحة يحكي معي. السوري له مصلحة يخليهم بدقني. امبارح مؤتمر مثل الأردن ما كنا موجودين فيه. إيه طيب شو بعمل لك يعني أنت؟ شو مينك أنت تكوني موجودة أصلاً يعني؟ شو أنت تكوني موجودة يعني؟ ما كنا موجودين، مينك أنت يعني تكوني موجودة؟ شو أنت، شو يعني أنت؟ لبنان. شو لبنان يعني؟ شو لبنان يعني؟ مهم لإلي ولإلك لبنان، شو أهميته بهالخارطة؟ ملفنا، ملف النازحين. شو عم يحكوا عنه جماعة، عم يحكوا عنه ونحن عنا أكثر شيء. مش مين المقصر؟ ناطري قانون قيصر. شو بفيدك قانون قيصر؟ روحي اركضي، روحي اشتغلي، خلصي أمورك. أنت عندك مليونين نازح، أنت بدك ترجعيهم. هودي عم ياكلوا، عم ياكلوا من 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 موازنتك ومن أولادك ومن أهلك ومن من مصرياتك. روحي أنت اشتغلي حتى ترجعيهم. مش قاعد انا بحكيش مع سوريا وطز فيك انت، انا حكيت او ما حكيت، مين سألان عنك ولا ولا مين سألان عنك انت اذا حكيت او ما حكيت؟ يعني مينك انت ولا اصلا؟ ولا مينك انت؟ بس تتفق الدول بتروح تحت الدعس، انت مينك انت؟ ما يحكي يصطفي، شو بعمل له انا؟ الحكومة كان فيها تعمل شيء بهالاطار؟ اكيد فيها تعمل، وهلا فيها تعمل شيء؟ هي وتصريف اعمال؟ فيها. اعطيني اجهزة واعطيني حكومة مثل الخلق وبقول لك شو بعمل. حكومة وأجهزة، بحطها البواخر بالبحر مثل ما عامل أردوغان وبعطل منهم. اها ايه طبعا. انا شو لكان بده يحملوني لكان مليونين واحد وبيعطونيش فرانك؟ لا، وبيجوا احسن شيء الكذابين الاوروبيين والامريكان. نحن منعطيش الدولة اللبنانية، ما منوثق فيها يا ولاد الكلب. مين عم يصرف عليهم لكان غير الدولة اللبنانية؟ لهو مين صرفوا 30 مليار؟ هاو طبعا المجتمع المدني السخيفين التافهين مثلكم الحرامية، هاو الحرامية اللي جبتوهن وشات السفارة اللي بيكتبوا تقارير للسفارات وبيضلوا ينفسلوا على بعضهم. مين اني يتافهين اللي بيصرف عليهم لهو الناس؟ تحكيش مع الدولة؟ لو دولة محترمة حالها هيك تصرف؟ في موقف دولة محترمة حالها بجيب السفير لعندي وبشحته بسرميتي هالتليبو هالوطين هودي هالنصابين هاللي خربوا لبنان، هني ويضغطوا علينا من اول ما بلش النزوح السوري، من اول ما بلش النزوح السوري. وللأمانة ميشيل عون اول واحد حذر من هالموضوع، كله كان قاعد مبسوط فيه، بدو يستغله، تعرفي بدو يلعبوا لعبة دولية. الشباب طيلعوا لهم قرشين شوية من السلاحات اللي جابوهن واللي هربوهن على سوريا منهم وبلشوا يشتغلوا بالموضوع السوري، فاعتبروا خلص وصلوا على السماء، يروحوا يصطفوا. شو بدهم يعملوا؟ خليلهم يوم بدخلهم. في مخاوف من انه تنفجر هذه القنبله امنيا؟ شو بعرفني، كله ممكن. ممكن لما تتحلل الدوله وتتحلل المؤسسات، كله ممكن. مين بيعرف؟ ما بدي اجي اخوف الناس انا، وما شيء ماني متاكد منه. انا ماني، ما في قرار حرب بلبنان. لو في قرار حرب صار، لو في قرار حرب صارت الحرب. ما في قرار حرب بلبنان. الحرب بدها سلاح وتمويل، اثنين مش متوفرين هلا. بس في قوى دولية مش راضية عن التسويات، نحن دايما صندوق بريد. ما بعرف اذا لما بتخلص الاصيل بصير نرجع نحن الوكيل. هلا التكهن هذا ما بعرف يعني، كمان في شيء مشغلون اكبر منا في اوكرانيا وفي الصين يعني، كمان عندهم. بموضوع التنقيب عن النفط، كان المفترض يعني انه نبلش بشهر 9، وكمان بنقال انه هيدا بيسرع انتخابات رئيس جمهورية، وممكن يكون في تناغم بينه وبين اللي ماسك الامن في تلك المنطقة، عم نحكي عن حزب الله. كل هيدا نقاط بتصب عند فرنجية وبتقوي موقعه، ولا في امكانية تلاقي أول شي ماروني يؤيد المقاومة يرضي حزب الله غيره؟ اول شي كلنا قادرين، ما حدا منا قادر يعطي شيء بلعبة الإقليم إلا حزب الله.
لا نحن فينا نعطي ولا غيرنا في يعطي، ولا القوات فيها تعطي، ولا الحزب الطيار في يعطي، ولا فلان في يعطي. اللي في يعطي هو حزب الله. والحكي قالن يا لافروف من 3-4 سنين وقتها، عرفتي؟ قالن انتو رح لازم تكون لكم دور بحماية هذا الحوض اللي هو حوض المتوسط. نعم، عرفتي كيف؟ فبعتقد انه الوحيد حزب الله اللي فيه يعطي شيء بالاقليم، ان كان بالموضوع الاسرائيلي، ان كان بالموضوع النفط، ان كان بالموضوع العربي والساحات العربية. طيب انه طيب حزب الله بده يعطي بهاي الساحات شو مقابل انه انه منسقط مرشح لانه بيقول مرحبا لحزب الله؟ ما بعرف كيف راكبي معهم هيك، بعرفش. يعني سليمان فرنجي منه مرشح حزب الله، ولكن مرشح صديق لحزب الله. انه المطلوب مقابل هاو تجيبوا مرشح عدو لحزب الله. بس خليك سجلي عندك، لن يكون هناك رئيس جمهوري ولا رئيس حكومي ولا رئيس مجلس في لبنان معاد لحزب الله حتى اشعار اخر. مش هيدي نحن منقررها، هاي المعادلة هيك. طيب ما هيدا هو القوى المسيحية خايفين منه. سامي جميل قال بفرنسا، قال لهم للفرنسية نحن ما بدنا نكرس معادلة رئيس بيجيبه حزب الله. طيب اقتنعوا دكتور جعجع نفس الكلام، اقتنعوا بس الفرنسيين كأنه هيدي ما هيدي هواجس، هيدي هواجس عند ناس بيشاركوك بالبلد. هواجس يعني شو؟ انا شو بلغيلهم حزب الله تيرتاحوا؟ يعني شو فيه يخدمون؟ يعني خير شو فيه يخدمون؟ قلوا في شغله حزب الله يعني اقل من حيك يخبرونا شو فيه حتى نخدمهم. يعني مقلل من اهميه الحلفاء او الاصدقاء، اصدقاء الدول الخليجيه، عم نحكي عن السعوديه، عم نحكي عن القوات اللبنانيه وغيره، من الوقوف عند موقفهم. معتبر انه ما بيوقفوا ولا شوي عند موقفهم كل الناس. وبتصير السعودية لا صديق، لا صديق مسيحي ولا سني. لشو تحكي عن السعودية؟ عبد الله يان اجا كان بس يجي يلتقي بالأحزاب اللبنانية والفلسطينية. اجا هالمرة التقى بالكتل، ما التقى بيهودي. لشو تحكي عن السعودية؟ عبحكي عن الإيران. شو يعني الدول عندها بصلحة بتوقف عندي يعني؟ لا، بيقولوا انه لا في الحزب القومي وحزب التوحيد وحزب كذا لازم نقعد نشورهم. مش هيك تشتغل مصالحها، لازم نعرف نحن بس يعني بالداخل كمان. في لها حلفة، في ما بدنا نسميهم يعني بالاخر في لعبة بالداخل. فيش حلفة، في موظفين. فيش حلفة عند الدول، في موظفين تقبض مصاري وبتعمل شغلها. ما في حلفة عند الدول. حكي يا دمال وش طعمه. الهجوم على فرنسا ايضا جديد ومستجد بالشارع المسيحي. من بعد طبعا ما تبغى نرجع نحكي الحكي الوجداني، هيدا مستجد. بتتلقفوا فرنسا بجديه ولا كمان بتطلع عنه لانه في تاريخ بين البلدين؟ لانه جربوا يضغطوا يا حبيبتي يا عيني بكل السبل. راح 1.5 مليون عراقي من مسيحي ما حدا سال عنه. راح من سوريا 1 مليون سوري ما حدا سال عنه. نعم. الله يخليكم، كل واحد يحط حاله بمحل فرنسا. هلا قاعدة عم تقيس سياستها على سياسة مسيحية لبنان يعني، أو أمريكا أو السعودية على سياسة مسيحية. نحن اللي منحب مسيحية لبنان يكونوا موجودين ويبقوا، لأنه نحن منعتبر بدون المسيحيين لا بقاء للبنان اللي منعرفه. بس هيدي دول تشتغل هيك. كانوا الأمريكان بالعراق، يعني كم مسيحي حموا بالعراق؟ ما تهجروا المسيحيين، هني والأمريكان قاعدين عم يتفرجوا عليهم من العراق. بسوريا نفس الخبرية. هيدي خبريات، هيدي دول عندها مصالحها. الفرنساوي قاعد عم يشوف هلا شو بده يعمل بالتوتال وبحوض المتوسط وبالعلاقة مع إيران و و و، قاعد عمالي بيسأل هلا شو بده يعني مع محبتي لإله للشيخ سامي يعني. هلا هيك الامريكا، هيك الفرنسي يعني فكرة. هلا لا السعودي ولا الفرنسي عم تطلع الناس من احلافها ومن كل علاقاتها السابقه. عم تحكي عن مرحله جديده. اللبنانيين ما حدا عنده احلاف، مين يجر الدار؟ نحن موظفين عند الدول، نحن حلفاء. شو الكلام هذا؟ كل واحد يحكي عقده له. خبروني تصير خبرني واحد هلا علاقته بموسكو انه عاساس هو وموسكو يعني، عرفتي كيف؟ شو الخبريات هودي؟ شو الكذابين هودي؟ شو الناس الاوهام بيصيروا بيستحمروا الشعب؟ بدي اختم انا. مين هو اللي قال لك بحزيران في رئيس؟ ما تقول لي مين هو. طيب يعول على كلامه، خلينا نحكي شيء ايجابي. يعول على كلامه.
شرح كلمة ما بدي أعرف يعول على كلامه بإيجابية؟ لا هو بيعول ما نقلت عنه.